السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب من فضل الله. الله عز وجل يرزقك الإخلاص. يا رب آمين. بعد إذنك يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده عن بعض صور معاملات فودافون كاش، وحضرتك أجبتني بالإجازة. يعني ولكن أنا بس معلش عشان ده أكل عيشي فبسأل كتير، فأتمنى بس إن حضرتك تتسع صدرك ليا معلش. اتفضل. حضرتك في صورة منتشرة دلوقتي لمعاملات فودافون كاش، أنا كمحل ممكن يدخل عليا يقول لي أنا عايزك تحول لي 100,000 فودافون كاش. فلو مصاريف ال 100,000 دي على كل 1000 10 جنيه، يعني معنى كده إن ال 100,000 دي مصاريفها 1000 جنيه، فأنا مكسبي فيها 1000 جنيه. بس هو بيشترط عليا إن ال 100,000 دي مش هيديها لي في وقتها. لا، ده هو هيأجل لي فلوس، هيقول لي معلش أنا هجيب لك الفلوس دي بكرة. لا، الاشتراط لا يجوز، لا يجوز كده ابدا. لا، احنا بنضيف افتراء في اضيق الاحوال. يعني مثلا لك صديق وقال لك حول يا احمد 5,000 جنيه، ولما ارجع اجيبها لك، انت كصداقه بينك وبين، انت لا تبيع له عمله ولا عملك في بيع العمله، انما عملك في التحويل. ما هو انا هحولها له برضه يا حبيبي. اصبر عليا الكلام يا حبيبي. تمام، انا مع حضرتك، انا بتعلم بس. لا، اصل في فارق بين دراسة الملهوف، انك تبيع له، انك اقول لك يا احمد حول لي 5,000 جنيه. ما انا تاجر ولا انت تاجر في الحالة دي، انا ما انا بتاجر معك ولا انت تتاجر معي. تمام، انت محول وبتاخذ الاجرة. تمام، انما انت جبت الان يشترط ادي لك الفلوس بعد مدة، فانت للطمع من في الالف جنيه، ان الالف جنيه مبلغ كبير، قلت ساحولها. دخلنا في مسألة تانية، متاهة تانية، الله يحفظك. لا، وكمان يا شيخ بيعمل ايه؟ يعني ممكن يبقى عايز يحول الالف جنيه دي او المئة الف دي على 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 محل تاني جنبي، علشان يروح يسحبها منه. تمام، وياخدها يعمل بيها شغل، مثلا يكسب بيها مثلا من وراها 10,000 ولا حاجة، يقول لك مفيش مشكلة لما ادفع عليها 1,000 جنيه. لا كده بالشكل هذا، بالطريقة هذه، من طريق الاشتراط. أيوة، لا تجوز حينئذ. نتكلم في فك عسرة متعسر لحالة ضرورية بينك وبينه صداقة، كأنك تقرضه 1,000. لكن إذا دخلنا في الأشياء الكبيرة، القرض الذي تكون قرضا جرى نفعا، اختلفت تماما. هو الكلام دي هو بيشترط علشان خاطر هو عارف ان هو، انا بقول لك لا يجوز بهذه الطريقه. خلاص، جدا شكرا. الاشتراط لا يجوز.